مركز تطوير تكنولوجي مش ماشي يا حلو. لو سمحت لو سمحت عايزه اعمل سياده الوزير. التعليم مش هنا مركز تطوير التكنولوجي المديريه حضرتك تابعه ليها. وانا عايزه اعمل سياده الوزير. لو سمحت والله العظيم انا ماشيه من هنا والمصحف شكلنا ماشيه من هنا. واحده عندها 60 سنه وابنها عنده 5%. يا فندم ما اعرفش تفاصيل التفاصيل. يا فندم 5% اهو ما اتقبلش. التفاصيل في المديريه يا فندم. معالي الوزير في المؤتمر الصحفي قال مديريه التعليم. ما عادش مؤتمر صحفي قبل المؤتمر بساعتين ولا ساعه اتعمل عدد. مفيش مؤتمر صحفي اتعمل يا فندم. انا عايزه عايزه اعمل سياده الوزير. 5% حط احتياطي ليه؟ 5% حط احتياطي ليه؟ 41 واحدة 41 واحدة عنده انفصال شبكي. ده 5% نسبة اعاقة. 5% المفروض هو يتعين للحق ان هو يتعين. تسيبه في الاحتياطي حرام. انت امتحنته وجاب درجات 72% يعني درجة كويسة اللي انت طالبها منه. ليه تسيبه في الاحتياطي؟ من حقي بقولهم عمالين اجي اروح هناك اجي هناك اجي هناك. وانا حد كنت جوه يوم الاربع كنت جوه ضحكوا عليا علشان كنت قاعده في قلب الارض جوه. قالوا لي طب روحي بس وتعالي هاتي ورقي يوم الاحد. جبت فعلا نزلت عملت ورقه اهو بالكمبيوتر اهو شكوى لسياده الوزير ولا حياه النوماني نادي.